السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موقع كويس جدا، محرك بحث قوي في الأبحاث العلمية. فخلينا مثلا نعمل سيرش على كلمة وليكن مثلا بيم. خلي بالك هو بيدور في الويب وبيدور في الدوكومنتس. طيب في الويب عادي زي جوجل بس أكاديمي شوية. فبقول له طب هات لي بقى الأبحاث، بقى الملفات PDF، بقى الكتب، بقى البهاريز. تمام، فبيبدأ فعلا يجيب لي الكتب اهيت، استخدامات البيم اكستشن بلان، بروجكت ديليفري ستاندرد، البروجكت تولز، باتريكس، عيش. الناس كانت بتسألني انت بتجيب كتب منين؟ ده من ضمن الاماكن اللي الواحد ممكن يلاقي فيها كتب كويسه. ده هنا لو انت عايز تدور في الفهارس، يعني تقول انا مهتم مثلا بايه، مهتم بايه، مهتم مثلا بالسوفت وير، يروح فاتح لك تقسيمات، فتبدأ انت تشوف انت مهتم بايه. مثلا انا مهتم مثلا بالبرنامج دوت جيمب، يعني زي الفوتوشوب كده.